بالنسبة للتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، قطاع السياحة له دور كبير، وإن شاء الله كل الأمور راهي محضرة على أحسن ما يرام. دخول أكثر من 50 مؤسسة فندقية لإيواء كل الوافدين والرياضيين وحتى السياح، لأنه يجب التذكير أنه احنا ماناش راح نخليو الفرصه هذه تاع تنظيم البحر العاب البحر الابيض المتوسط. راح نقوموا بالترويج للوجهه الجزائريه خلال هذه الفتره هذه من 25 جوان الى 5 جويليا. راح نقوموا بتنظيم معارض على هامش هذا المعارض للصناعه التقليديه على هامش هذه الالعاب في كل النقاط اللي تواجدوا فيها، سواء الرياضيين او الصحفيين او حتى الزائرين اللي يشاركوا في هذه التظاهرة.